ونبدأ أخبارنا من عند البرتغالي فريرا مدرب فريقنا، واللي ألقى محاضرة مباراة فيوتشر على اللاعبين منذ قليل في فندق الإقامة، واللي شهدت التركيز على شرح خطة المباراة وطريقة اللعب بجانب بعض الأفكار الفنية المراد تنفيذها في هذا اللقاء. الفريق هيبدأ يتحرك من الفندق للملعب بعد قليل طبعا علشان يخوض المباراة الهامة والمرتقبة أمام فيوتشر، واللي هتقام الساعة 9 على استاد السلام.